يكون اللفظ يراد به معنيان،
فيرجع الضمير عليه بغير المعنى الأول، يعني بمعنى آخر. خاتمة ونسأل الله حسنها، أي حسن خاتمتنا. اعلم أن هذه الصفات ينحصر الكلام فيها في ستة أصول. المقصود بالصفات هنا هي الصفات الأزلية، الصفات التي سبب ذكرها، هي السبعة أو الثمانية إذا أضفنا صفة الإدراك على القول بها. هو يقول إن الكلام في هذه الصفات منحصر في فصول ستة، في دليل ثبوتها له تعالى، وفي قدمها، وفي قيامها به، وفي ليس حدوثها، وفي وحدتها. صح هذا القلم صح يا فلوس، وفي وحدتها. وفي وجوب وجودها، وفي تعلقاتها بكل ما تتعلق به. وإذا عدست قدمها ثبوتها وقدمها من وقيامها بالذات ثلاثة، ووحدتها أربعة، ووجوب الوجود خمسة، وتعلقاتها بكل ما تتعلق به ستة. واضح كده؟ ثم قال فالجوامع أربعة، فالجوامع الأربعة جمع بالعلة، وجمع بالحقيقة، وجمع بالشرع، وجمع بالدليل. إيه معنى الجوامع أربعة؟ يعني كلمة الجوامع جمع جامع، هو الأمر الذي يكون سبباً في انسحاب المقيس عليه على المقيس، فالجامع غير الحكم، يعني زي في باب القياس، نجعل لأمر حكماً قياسا على حكم آخر. يبقى مثلا نقول كذا، نعطي النبيل حكم الخمر. ليه؟ في جامع بينهما اللي هو ايه؟ الإسكار. هذا مسكر وهذا مسكر، لكن أين المقيس وأين المقيس عليه؟ فين المقيس؟ السامع أريد السماع. أين المقيس؟ المقيس لا أسمع. أين المقيس؟ المقيس لم أسمع. يعني أنا لا، يعني أصوات النساء أعلى بكثير. أين الرجولة؟ أين الردود القوية؟ أين المقيس؟ النبيل. أين المقيس عليه؟ الخمر. طيب هنا في شيء سحب الحكم من الخمر إلى إيه؟ إلى النبيل. هذا الذي سحب الحكم من هنا إلى هنا يسمى جامع، يعني جمع بينهما في حكم واحد. يبقى الجامع غير إيه؟ غير الحكم. يعني الحكم هو إيه؟ ما هو الحكم؟ هو التحريم. النجس حرام والخمر حرام. ما هو الجامع؟ إسكار. الإسكار. واضح؟ فالجوامع أربعة جمع بالعلة. أولها العلة. إيه معنى العلة؟ الجمع بالعلة هو عمدة من يثبت الأحوال.
كقولهم العلم والعالمية، يعني العلم ده كأنه علة في كونه تعالى عالما، يعني العالمية اللي هي صفة اللي هي الصفة المعنوية مع الأولى لصفة العلم اللي هي صفة المعنى، بصفة المعنى كأنها علة في الصفة المعنوية. يعني مثلا ماذا هو تعالى عالم، أو لماذا كونه عالما؟ لثبوت صفة العلم، بين علة ومعلوم. لكن ليس المراد هنا العلة هي التي أثرت في المعلول، وإنما المراد التلازم، لأنه لو كان العلة معناها أثرت في المعلول زي السبب والمسبب، لهذا يؤدي إلى حدوث صفات الصفات المعنوية. الجمع بالعلة عمدة من يثبت الأحوال. إيه معنى يثبت الأحوال؟ يعني للصفات المعنوية. الصفات المعنوية هذه تسمى أحوال. إيه معنى أحوال؟ يعني هي صفات لا موجودة ولا معدومة. صفات الأحوال صفات معنوية. إيه معنى معنوية؟ يعني هي لازمة للذات ما دامت علتها، أو ما دامت معللة لقيام المعاني بالذات. هذا يسمى الجمع بالعلة، يعني العلم والعالمين متلازمة. والعلة هنا المراد بها التلازم، والعالمية مترتبة على العلم، فيلزم من إثبات العالمية إثبات العلم، والتلازم من الجانبين، يعني يلزم من إثبات العلم إثبات العالمية، وإثبات العالمية إثبات العلم. يعني معناه لا يصح وجود عالمية ولا علم، خلاص، لأنه لو صح في عالمية من غير علم لصح ثبوت علم ولا ولا عالمية. وبرهان التلازم، يعني ما هو البرهان أو الدليل على هذا التلازم؟ أنه متحقق في الشاهد، يعني بالنسبة لله تعالى الأمر غيب، فكيف نعرف هذا التلازم؟ بالقياس على الشاهد، يعني نسحب الحكم من الشاهد إلى الغائب فيكون جامعا. ولهذا قال فالجوامع أربعة، يعني الجمع بين الشاهد الذي هو المقيس عليه وبين الغائب. يبقى معنى كده في تلازم بين الصفات المعنوية وبين صفات المعاني، وصفات المعاني علل للمعنوية، فيلزم من عدمها عدمها، يعني يلزم من عدم صفات المعاني عدم المعنوية، لأنه يلزم من عدم العلة عدم المعلول. واحتج القائلون بنفي الصفات بأنها لو وجدت لزم تعليل الواجب، ولو علل الواجب لكان ممكنا، بحيث إن ثبوته يكون مستفادا من غيره فيكون له العدم باعتبار ذاته. والجواب على ذلك أن التعليل إذا أطلق في صفات الله عز وجل على القول بثبوت الأحوال، وليس معناه إلا التلازم، أي الصفة الواجبة له كالعلم مثلا تلازم صفة أخرى واجبة له تسمى العالمية، وليس معناه أن صفة العلم أفادت ثبوت صفة العالمية. لهذا هو الجامع الأول، وهو الجمع للعلم، يعني كون العالم عالما في الشاهد معلل بالعلم، فنأخذ هذا الحكم ونسحبه على الغائب،
فنجمع بينه فيكون جمعنا يعني هذا بالضبط يسمى بالأصول القياس. ومهما ثبت كون حكم معلوله لعلة شاهدا أو غائبا حتى يتلازما، فأي حكم يثبت إنه معلول لعلة إلا هذا في الشاهد والغائب هما إيه؟ متلازمان. هذا هو الجامع الأول. الجامع الثاني الحقيقة. المراد بالحقيقة كقولهم إن العالم أي نقد العالم في الشاهد من له العلم، يعني ما هي حقيقة العالم في الشاهد؟ من ثبت له العلم. والباري سبحانه وتعالى عالم، والباري عالم فله علم، أي إن اللفظ الدال على الحقيقة يندرج تحته الشاهد والغائب. إلا لما نقول في الشاهد فلان عالم يعني ثبت له العلم، فهذا الذي نقوله لفظ حقيقة كما هو حقيقة في الشاهد يكون حقيقة في الغائب، فيكون سبحانه وتعالى عالم لأنه ثبت له العلم. إذا اللفظ الدال على الحقيقة يندرج تحته الشاهد والغائب بجامع إطلاق اللفظ الدال على الحقيقة على كل، وننبه إلى أن الجامع ليس نفس الحقيقة بل اللفظ الدال عليها. نفس الحقيقة لأن الحقيقة في علم الشاهد ليست هي الحقيقة في علم الغائب، ولكن اللفظ الدال عليها واحد. وثالثها الحقيقة. وثالثها الشر. إذن الجامع الأول العلة، والثاني الحقيقة، والثالث الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث هو الشرط، يعني الجمع، الجمع بالشرط في جمع بالعلة. يعني العلة هنا مثل العلة، العلة هنا العلة في الشاهد هي العلة في الواقع. والحقيقة يعني هذا اللفظ يدل على الحقيقة في الشاهد كما يدل عليها في الغاية. بعدين الجمع بالشرط كقولهم الباري مريد، وكل مريد قاصد لفعله، والقصد مشروط بالعلم. إن كون الشاهد يقصد إلى فعل شيء، يعني مثلا زيد أو عمرو قصد فعل شيء، فالقصد إلى الفعل مع عدم العلم محال. إذن فالقصد مشروط بالعلم سواء كان في الشاهد أو في الغائب، لأن الإنسان منا لا يمكن أن يقصد فعل شيء لا يعلمه. كذلك في كون الباري تعالى مريد. لماذا أثبتنا الإرادة؟ لأنه تعالى قاصد بفعله، ولا يمكن أن يقصد الفعل من غير أن يكون عالما به. هذا الشرط موجود في الشاهد وفي الغائب. فالباري تعالى له علم، وإلا
لثبت الشرط بدون لثبت المشروط بدون ايه؟ بدون الشرط. خلاص كده. والعلم شرط، يعني حياة المشروط اللي هو القصد من غير ايه؟ من غير العلم. وثبوت المشروط دون شرطه محال في الشاهد والايه؟ والمضارع. هذا اسم الجمع بايه؟ بالشرط. فمهما ثبت كون حكم مشروط بشرط شاهدا ثم ثبت مثل ذلك غائبا وجب القضاء لكونه مشروطا بذلك الشرط اعتبارا بالشاهد. وذلك نحو حكمنا بأن كون العالم عالما بشرط كونه حيا. هذا كما يقال في الحادث يقال في القديم. ورابعها يعني الجامع ليه رقم 4 الجمع بالدليل. ايه معنى الجمع بالدليل؟ اي الجمع بالدليل كقولهم الاحكام شاهدا دليل في العقل على ان لفاعله علما به والباري محكم متقن لافعاله فدل على ان له علما كما نستدل على اتقان صنعه او على احكامها في الشاهد بان صانعها له علم فكذلك الباري سبحانه وتعالى صانع واتقن كل شيء صنع الله الذي اتقن كل شيء اذا فالباري تعالى له علم. من أين أخذنا هذا؟ من الدليل، لأن الدليل موجود في الشاهد، فكما هو موجود في الشاهد يستدل به أيضا على إيه؟ على الغائب، لأنه هو نفس الدليل. يلا. ورابعها الدليل، فمهما دل دليل على مدلول عقلا مهما دل دليل، يعني كلما دل دي قضية شرطية، مهما من السور الكلي مهما وكلما، مهما دل دليل على مدلول عقلا لم يوجد الدليل شاهدا أو غائبا بدون مدلوله. يعني إذا وجد الدليل وجد إيه؟ المدلول. كدلالة أفراد المشتق على الشيء على ثبوت مأخذ الاشتقاق له وكذلك دلالة الإحداث على الحدوث لأن هذا مشتق فكيف يكون هناك إحداث وليس هناك حدوث وكيف يكون هناك مشتق ولا يكون هناك مشتق منه. فإذا كان في أفراد مشتقة يبقى هذا يدل على ثبوت مأخذ الاشتقاق. يعني لما نقول مثلا يعني استرحم أو رحم أو راحم أو رحيم كل هذا مشتق من صفة الرحمة. فكيف نقول هناك مشتقات ولا نقول إن هناك مشتق منه؟ واضح؟ فلا شك. ولا شك أن هذه الأربعة دلة كلها على ثبوت صفات المعاني لله تعالى. يعني الجوامع الأربعة دي كلها دالة على ثبوت صفات المعاني لله تعالى. أول حاجة ذكر الجوامع الأربع في دليل ثبوتها، يعني أقول لك إيه؟ هل هناك دليل على ثبوت هذه الصفات اللي صفات المعاني لله؟ فتقول له هناك إيه؟ جوامع أربعة،
يا إما من علة إما طبعا مش لا يمكن وجود العلة من غير المعلول يا إما الحقيقة هذا هو له يقال يعني دائما يقال على الشيء الحادث موجود يقال على الله تعالى موجود فهي لفظ موجود بالنسبة للأشياء الحادثة وبالنسبة لله لفظ حقيقة ليس مجاز وجود يعني ثبوت يعني تحقق والله تعالى كذلك له حقيقة وله ثبوت إذن هذا يسمى جمع بالحقيقة يعني الحقيقة في اللفظ كما دلت عليه في الشاهد تدل على نفس المعنى في الغاية وكذلك الشرط لأنهم طالما في شرط في مشروط يبقى في شرط فكيف يوجد المشروط بدون شرطه وبعدين الدليل يعني إذا كان هناك دليل يبقى إذا هناك مدلول فلا يوجد المدلول ما لم يوجد الدليل هذه هي الجوامع الأربعة وكلها تدل على على المبحث الأول وهو ثبوت صفات المعاني لله تعالى وأما قدمها رقم اثنين في اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وأما قدمها فلأنه يعني وأما قدمها يعني عظيم الدليل على قدمها وأما قدمها فلأنه لو كانت أضلالها قديمة فلا تنعلم أبدا يعني الآن عاوز أقول لك ما هو الدليل على قدمها لأنه لو كانت أضلالها قديمة فلا تنعلم أبدا يعني مثلا تجيب صفة صفة القدرة ضد إيه؟ ما هو ضد القدرة؟ العجز طب لو كان العجز قديما يبقى كده لا ينعدم العجز أبدا يعني لا تثبت القدرة لأن القديم لا يقبل العدم فيلزم ألا يقدر يعني لو كانت الضاد أو ضد صفة القدرة اللي هي العجز لو كانت قديمة إن معنى كده لا تنعدم ما الذي يلزم؟ يلزم ألا يقدر يعني ألا يقدر يعني يلزم عدم القدرة وكذا في غيرها يعني لو كان ضد العلم هو الجهل القديم يلزم ألا يعلم ولو كان ضد الحياة هو الموت قديم يلزم ألا يكون حيا وهكذا يعني اسحب هذا على جميع على جميع الصفات وكذا في غيرها يعني في غير الضمير يرجع الى السامع والله ما اسمع وكذا في غيرها في غير ماذا؟ لا ما تكلمش عن كده متكلم عن القدرة يقول لك إن وكذا في غيرها يعني هو يقول يلزم ألا يقدر وكذا في غيرها يلزم ألا يسمع ولا يتكلم أو ممكن نعود بالضمير على صفة القدم ونقول في غيرها يعني في غير لكن هو يتكلم على صفات المعاني يتكلم على صفات المعاني ولازم يجيب صفة من صفات المعاني ألا يقدر يعني عدم القدرة وكذا في غيرها يعني في غير الايه؟ في غير القدرة فلا يوجد العالم مع أنه موجود هذا خلف يعني تناقض طيب يبقى هنا هو عاوز يثبت ايه؟ يريد أن يثبت لك صفة الايه؟ يثبت لك بالصفة القدم بالذات يثبت لك قدم الصفات يعني هنا يريد أن يثبت قدم الصفات يعني قدم الإيه؟ القدرة والإرادة والعلم والكلام والحياة إلى آخره واضح أم مش واضح؟ طيب هو لو كانت لو كان الضد قديم إنه
بمعناها لا يكون له العلم ولا القدرة ولا السمع كله لا يكون لا يوجد أبدا ليه لأن الضد قديم والقديم لا ينعدم يعني الجهل أو العجز قديم بمعناها لا يوجد ضده اللي يلزم أن لا يقدر وإذا لزم عدم القدرة فمعنى هذا لا يوجد العالم كيف والعالم موجود هذا تناقض وما أدى إليه ما هو الذي أدى إلى هذا التناقض أن ضد الصفات صفات المعاني ضدها قديم فلما أثبتنا القدم للضد جرنا إلى التناقض عندما أدى إلى المحال فهو محال إذن فمحال أن يكون ضدها قديما لبقي بقي أن يكون حادث يعني حنقول ضدها يعني ضد الصفات المعاني ليس قديما وإنما هو حادث يعني حنفترض عشان نفهم حنفترض القدرة الأول نفس المثال قلنا لو كان ضد القدرة قديم اللي هو العجز يلزم أن لا يوجد العالم لأن القديم لا ينعدم فهذا العجز موجود دائما ولو كان العجز دائما لمعناها لا يوجد العالم إذن العالم موجود بالمشاهدة وهو لا يمكن وجوده وهو موجود فهذا هي خلف تناقض والتناقض محال ما الذي أدى إليه افتراض أن العجز قديم والذي يؤدي إلى المحال محال يعني كما أن هذا محال فالذي أدى إليه محال أيضا خلاص انتهينا هنفترض أن ضد القدرة اللي هو العجز حادث وليس قديم وأيضا لو كانت حادثة لاحتاجت في إحداثها إلى أمثالها يعني حيبقى الحادث له له محدث والمحدث حادث فيحتاج إلى إلى محدث إذا لو كانت حادثة لاحتاجت يعني الأفضل إلى أمثالها أو في إحداثها إلى أمثالها يعني القدرة الحادثة تحتاج إلى قدرة مثلها تحدثها وكذلك العجز الحادث يحتاج إلى عجز مثله وكل عجز مثل العجز الآخر وكل واحد منهم يحتاج إلى في إحداثه إلى مثله خلاص فلازم التسلسل والدور يبقى إذن ضد الصفة محال لو افترضنا أنه قديم يعني قدم الضد محال طيب حدوث الضد أيضا محال لأن قدم الضد يؤدي إلى إلى نفي وجود العالم طيب وحدوثه يؤدي إلى الدور والتسلسل إذا فبطل أن تكون أضداد هذه الصفات قديمة وبطل أن تكون حادثة إذا فثبت قدم الصفات لا قدم ضد الصفات ولا حدوث الضد هذا هو الدليل الذي يريد أن يصل إليه ثم قال ليه؟ لأنه لو افترضنا قدم الضد هيؤدي إلى إلى عدم وجود العالم ولو افترضنا حدوثه هيؤدي إلى الدور والتسلسل وكلاهما محال يبقى إذن ما هو الذي ثبت قدم الصفات إذن عندما يثبت أن الصفات اللي هي السبع المعاني قديمة يلزم من قدمها بقاؤها يعني لزم من كونها قديمة أنها باقية لماذا؟ لأن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه
يعني يبقى يكون باقي. يبقى الآن أثبت إيه؟ ما الذي أثبته؟ أثبت أنها إيه؟ ثابتة أول حاجة، ثم أثبت قدمها. هينتقل إلى إيه؟ إلى الفصل الثالث، وقال ستة. أما قيامها به تعالى فلأنها لو لم تقم به لكان نسبتها إليه وإلى غيره سواء. يعني افترض أن صفات المعاني غير قائمة بذاتها، في هذه الحالة حتكون نسبتها إليه وإلى غيره سواء، فكان يلزم ألا توجد له حكما، لأن إجابة الحكم إجابة يعني إيجاب، يعني توجب له حكم، هي المفروض كده. فكان يلزم ألا مش توجد ألا توجب ألا توجب لأن إجابة يعني إيجاب، لأن إجابة الحكم حينئذ له دون غيره ترجيح بلا مرجح. ليه؟ لأنها لم نجعلها قائمة به تعالى، وإنما جعلنا نسبتها إليه وإلى غيره سواء. إذن فكيف أوجبت له حكم؟ يعني صفة العلم أوجبت لله حكما، وهو إثبات العلم له أو ثبوت العلم والقدرة، أثبتت له حكما. كيف أثبتت له الحكم دون غيره؟ مع أنه نسبتها إليه وإلى غيره سواء، فهذا يسمى ترجيح بلا مرجح أو تحكم بلا داعي. فلما أوجبت له الحكم، يعني القدرة أوجبت له إيه؟ أوجبت له اتصافه أو أوجبت له كونه قادرا، والعلم أوجب له كونه عالما، وأوجب وهذا الحكم واجب له دون غيره. علمنا بالقطعي أنها قائمة به، يعني لا قائمة بغيره. بعدين إيه؟ رقم كام؟ أربعة. وأما إيه؟ وأما وحدتها. يعني هنا صلحنا في صفحة 168 اللي هي وفي إيه؟ حدوثها تخليها إيه؟ وحدتها. وأما وحدتها فلأنه لو، يعني افترض أن الله تعالى قدرته متعددة ليست واحدة، احنا قلنا كل صفة من الصفات واحدة، العلم واحد والكلام واحد والسمع كل واحد، وحدانية الصفات يعني ليس له تعالى علمان ولا أكثر من قدرة واحدة، ولا سمعان سمع واحد إلى آخره، هي واحدة ليست متعددة. افترض أنها متعددة، ماذا يكون الاحتمال؟ لم يخلو إما أن تتعدد إلى غير نهاية، لو كانت هي غير واحدة هتكون متعددة. في احتمالين، إما أن تكون متعددة إلى لا نهاية، يعني عدد مش متناهي، فيلزم ما لا نهاية له عددا في الوجود وهو محال. يعني لو كانت الصفات متعددة والتعدد غير متناهي، إذا دخل في الوجود ما لا نهاية له وهذا محال. أو نقول إنها متعددة إلى نهاية، إلى نهاية، ولو قلنا إن تعددها إلى نهاية يلزم الحدوث، لأن ما يتناهى حادث قطعا. طب وإذا لزم الحدوث يلزم الاحتياج إلى المخصص، يعني ما الذي جعلها تتناهى إلى هذا العدد لا إلى غيره؟ فيلزم الاحتياج إلى المخصص،
ليه؟ إذ ليس لبعض الأعداد ترجيح على بعض. يعني مثلا نقول له تعالى 100 قدرة. أقول لك ما الذي جعلها 100 دون زيادة أو نقصان؟ فيلزم أن يكون هناك مرجح جعلها 100 ولم يجعلها، وإذا كان هناك مرجح وجعل تدناها عند 100 فهذا يدل على حدوثها. واضح؟ يبقى إذا ثبت إيه؟ ثبت أنها إيه؟ واحدة لا تتعدد، سواء كان التعدد لا يتناهى أو كان يتناهى. يعني ممنوع أو مرفوض التعدد في الصفات، فالصفات كلها واحدة. يعني العلم واحد، القدرة واحد، إلى آخره. خمسة. وأما وجوب وجودها فلم يختلف العلماء رضي الله عنهم. هي معنى وجوب، وجوب وجودها، يعني أنها واجبة الوجود. لا جائزة. يعني إيه معنى واجبة؟ يعني لا يتصور في العقل عدمها. إن كون الصفات واجبة الوجود لم يختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم في ذلك. يعني ما اختلف إنس ولا جن ولا عالم ولا غيره في أن الصفات واجبة الوجود، ولكن الاختلاف في هل هي واجبة الوجود لذاتها أو لموضوعها؟ يعني هل صفات الله تعالى العلم والقدرة واجبة الوجود للذات ولا واجبة الوجود لنفسها؟ يعني النفس للصفات، هنا الاختلاف. لكن ليس هناك اختلاف في أنها واجبة الوجود. يبقى عندنا ايه؟ رأيان او قولان، انها واجبة الوجود لذاته، وفي رأي اخر انها واجبة الوجود لموضعها. هي معنى لذاتها يعني لنفسها، يعني الصفات في نفسها من غير بقطع النظر عن الذات. الصفات في ذاتها، يعني في ذات الصفة بقطع النظر عن الذات، هي ايه؟ واجبة. أو أنها واجبة ليس لذاتها، يعني ليس لنفسها، وإنما لموضوعها، وموضوعها هو الذات. فذهب الأقدمون إلى القول بالأول. يعني القدامى، العلماء القدامى قالوا نقول بالقول الأول أن الصفات هي واجبة الوجود لنفسها، يعني لذات الصفة. يعني حتى لو افترضنا كده جدلا أنه لا توجد ذات، إن الصفات أيضا واجبة الوجود. خلاص، القدامى ذهبوا إلى القول الأول، وبه استمرت نصوص المغاربة من المتأخرين كالمصنف وغيره. يعني المغاربة ظلوا على هذا القول، لم يتغيروا. وذهب إلى القول الثاني بعض المشارقة. يبقى احنا مع مين في هذه المسألة؟ مع المشرق ولا مع المغرب؟ طبعا مع المغرب على طول. يبقى احنا مع المغاربة، ولسنا مع الفخر الرازي أو البيضاوي. فالفخر الرازي والبيضاوي قال بالقول الثاني، يعني أن الصفات في نفسها ليست واجبة. يعني كأنه قال هي ممكنة الوجود، ولكنها واجبة لأنها صفات لله. أما لو كان الصفات لغير الله تكون غير واجبة، تكون ممكنة. هذا الذي قاله مين؟ الفخر الرازي. وشن عليه العلماء واتهموه بالكفر، وقالوا إن في هذا إساءة أدب وتطاول من مين؟ من الفخر الرازي. الله أعلم. لكن هذا العلماء ما تركوه، بل بهدلوه بهدلة عاد وثمود في هذه المسألة من ذلك. ولكن الشيخ هنا قال والأولى
كرب الاشتغال بهذه، إذن فلماذا اشتغل هو بها وذكرها لك؟ قال هو ينصحها وينسى نفسه. بعد أن طررها وقال قال فلان قال لك والأولى ترك الاشتغال، إذن هو لم يأخذ بالأولى. سادسا، وأما تعلق علقاتها بكل ما تتعلق به. آخر حاجة رقم ستة، إنها متعلقة بكل ما تتعلق به، يعني القدرة تتعلق بالممكنات، والإرادة أيضا بالممكنات، والعلم بأقسام الحكم العقلي الثلاثة، والكلام كذلك إلى آخره. بيقول لك مسألة التعلق دي لازم تكون متعلقة بكل ما تتعلق به، لأنها لو تعلقت ببعض أو ببعضها دون بعض للزم العكس. يعني لو قلنا أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بجميع الممكنات وإنما تتعلق ببعضها، يعني معنى هذا أنها عاجزة عن التعلق بالبعض الآخر، فلا بد أن تتعلق بجميع ما تتعلق به، وإلا يلزم العجز والافتقار إلى المخصص وذلك محال. هذا مذهب أهل الحق في إثبات صفات المعاني. وأما المعتزلة فقد اتفقت ومن تابعهم من أهل الأهواء على نفيها. يعني المعتزلة لا قالوا بثبوتها ولا بقدمها ولا بقيامها ولا بوحدتها ولا بأنها واجبة الوجود ولا أن لها أي تعلقات، بل قالوا بنفيها. المعتزلة نفوا صفات المعاني ووقفوا على اتصافه تعالى بأحكامها، يعني بالصفات المعنوية. فالمعتزلة مثلا لا يقولون إن لله تعالى صفة تسمى العلم، بل يثبتون أن الله تعالى عالم، ولكن ليس عالما بصفة وإنما هو عالم بذات وقادر إلى آخره. هذا الذي قاله المعتزلة له له أسباب، لكن يقول شرحها ويقول تفصيلها. لو أردنا أن نرجع إليها سيقول من المقام ممكن نتكلم عنها في درس آخر أو في مرة. المعتزلة مذهبهم نفي نفي المعاني وإثبات المعنوي، يعني يقولون يعني لا تفهم أن مذهب المعتزلة لا تفهم هذا، أنه ينفي العلم ويثبت العجز له وإلا حيكفر، يعني لا ينفي صفات المعاني. إذا متى يكون نفي أو إنكار صفات المعاني متى يكون كفرا؟ إذا أثبت الضد، يعني إذا نفى العلم وأثبت الضد يكفر، لكن هو نفى العلم وأثبت العالمية، يعني لا ينكر أن الله يعلم كل شيء وأن علمه محيط، ولكن ينكر أنه في صفة زائدة على الذات تسمى العلم أو الكل، يقول لك لا لا، هو تعالى عالم بذاته، قادر بذاته، وهكذا. وقال يجب أن يكون قادرا بنفسه، يعني إيه ما قادرا بنفسه؟ مش قادر بقدرة، قادر بنفسه، مريد بنفسه، يعني ليس مريدا بإرادة، عالما بنفسه، وهكذا إلى آخره. وقصد يعني معتزلة ما هو السر؟ سنتعرض له يعني بسرعة. السر في نفيهما صفات المعاني، قصدوا بهذا التنزيه للمولى، يعني بالغوا في التنزيه، يعني أرادوا عارف التنزيه والإجلال والتعظيم لله، ما
بالغ فيه، والمبالغة في الشيء لما تبالغ جدا تصل إلى الضد، حتى قال بعضهم المعتزلة بالغوا في التنزيه حتى قالوا الله ليس له علم. ليه؟ لأنه لو قالوا له علم والعلم قديم وهو قديم فحياتهم قديمان، فلا ينفرد بالقدم. فأرادوا التنزيه يعني والمبالغة في الوحدانية، لا يوجد حاجة في يعني واحدة إلا الذات، وإلا لو أثبتوا الصفات السبع مع الذات لكانوا أثبتوا ثمانية قدماء. فبالغوا في التوحيد، سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد. عارف التوحيد ليه؟ عشان نفي صفات المعاد، عشان لو نفوها قالوا ذا النصارى ما كفروا إلا بإثبات ثلاثة، فكيف بثمانية؟ الذات وسبعة. لا، فبعضهم قال المعتزلة بالغوا في التوحيد أو بالغوا في التنزيه حتى قالوا الله ليس بشيء، يعني كأنهم أنكروا وجوده حتى ينزهوه. لو أنه أثبت الوجود حيثبت الجهة والجسم، يقول لك من في إيه؟ الشيء من أصله. وهذه طبعا إيه الشيخ هنا شبههم تشبيه يعني عجيب. قال إيه؟ وقصدوا بهذا التنزيه للمولى تبارك وتعالى، فإذا هم وقعوا في تشويه فروا من القطر. عارف القطر اللي هو ايه؟ المطر. فجاءوا تحت الميزان، زي واحد مثلا الشمس حارة شديد، واحد الشمس فهرب من حر الشمس فرمى نفسه في حفرة من النار، يعني خرج من حرارة إلى جهنم، يعني لم يخرج إلى جنة. يقول لك فروا من القرف، فجاءوا تحت الجذاب واحتجوا بهذيانات وخرائف، يعني تخريف خرافة، هي أوهم من بيت العنكبوت، والقوم بانت عوارهم، يعني اكتشفت سوءاتهم، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فقد انتهت بحمد الله وحسن عون صفات المعاني. ثم أجمل الشيخ قال وحصيرها أنها تنقسم إلى أربعة، قسم لا يتعلق بشيء هي الحياة، وقسم يتعلق بالممكنات تأثيرا وهي القدرة والإرادة، لكن تأثير القدرة إيجاد وتأثير الإرادة تفصيل. وقسم يتعلق بجميع الموجودات انكشافا، السمع والإيه؟ البصر. وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقل انكشافا ودلالة، وهو العلم والإيه؟ والكلام. وأعم الصفات التعلق العلم والكلام، فالعلم جزماً والكلام الثاني تعلق بسائر الأقسام. وبعدين جاب لك هنا يعني حسبة أو نسب إيه زي المنطق أو الرياضة، فقال فبين متعلق القدرة والإرادة ومتعلق السمع والبصر عموم وخطوط من وجه. كان أقول لك الإرادة لها تعلق، القدرة لها تعلق، السمع والبصر لهما إيه تعلق. في بين التعلق والقدرة والإرادة وبين تعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه. يعني إيه معنى كده؟ قلنا العموم والخصوص الوجه يجتمعان في إيه؟ في إيمانك في أمرك، وينفرد كل منهما في وجه. يعني مثلا القدرة والإرادة يجتمعان في الممكن، صح؟ في الممكن الموجود، وتنفرد القدرة والإرادة بالممكن المعدوم. يعني عاوز اقول لك القدره والاراده اجتمعوا في الممكن الموجود، لان الممكن الموجود مقدور ومراد. بعدين قال لك وتنفرد القدره والاراده بالممكن المعلوم، وهو جمع الاربعه. بعدين قال وينفرد السمع والبصر بالموجود الواجب. شفت كده؟ السمع والبصر ينفرد بالايه؟ بالموجود الواجب. أما القدرة والإرادة تنفرد بالممكن المعدوم.
وبين متعلق القدرة والإرادة والعلم والكلام عموم وخصوص مطلق. فالعلم والكلام يشتركان مع القدرة والإرادة في الممكن مطلقا، وينفردان بالواجب والمستحيل. يعني العلم والكلام ينفرد بالواجب والمستحيل، لكن القدرة والإرادة لا تدخل فين؟ في الواجب ولا في المستحيل. وبين متعلق السمع والبصر والعلم والكلام عموم وخصوص مطلق، لأن الجميع يعني جميع العلم والكلام والسمع والبصر يشترك في الواجب والجائز الموجود، وينفرد العلم والكلام بالممكن المعلوم والمستحيل. وبين متعلق القدرة والإرادة والسمع والبصر ومتعلقي العلم والكلام عموم وخصوص مطلق. فالعلم والكلام يشتركان مع القدرة والإرادة في الممكن، ويشاركهما السمع والبصر في الموجود الواجب والجائز، ويزيدان على القدرة بالواجب والمستحيل، ويزيدان على السمع والبصر بالمستحيل والممكن المعدوم. يعني الصفحة دي ممكن أنت تكتبها كده على السطور وتعمل كده ايه خطوط، هنا عموم وخصوص مطلق بين الأربعة الأولى، الأولى عموم وخصوص وجه، وبعدين الأربعة الثانية القدرة والإرادة والعلم والكلام عموم وخصوص مطلق، وبعدين الأربعة الثالثة السمع والبصر والعلم والكلام عموم وخصوص مطلق، وبعدين الأربعة دي الرابعة القدرة والإرادة والسمع والبصر، وزيد عليها تعلق الاخر سته مش اربعه، متعلقي العلم والكلام، يعني الصفات كلها السته. فين السابعه؟ الحياه، والحياه لا تعلق لها، لان هذه جاب اربعه في الاخر لهم كم؟ سته. وبالجمله ان مساله الكلام ذات تشعب كثير وبحث مع المبتدع منتشر شهير، حتى سمي، حتى قيل انما سمي اصول الدين بعلم الايه؟ بعلم الكلام لاجله. وقد قال بعض المحققين الحق ان التطويل في مساله الكلام بل وفي جميع صفاته تعالى بعدما يستبين لك، بعدما يستبين الحق لك قليل الجدوى، لأن كنه ذاته تعالى وكنه صفاته محجوب عن العقل وعلى تقدير التوصل إلى شيء من معرفة الذات. يعني هل يمكن من خلال هذا العلم أن نتوصل إلى شيء من معرفة أو الوقوف على كنه الذات أو كنه الصفات؟ راح هو بيقول في الأول قال هذا محجوب عن العقل، يعني هذا باتفاق العقل لا يمكن، أن العقل له محدودية لا يستطيع أن يدرك ذلك، العقل عاجز عن ذلك لا يصل إلى ذلك. لكن بيقول لك هل هناك من يمكن أن يصل؟ قال لك على تقدير، هو لم ينفي، لأنه مذهب الصوفية أنه يمكن الوصول إلى معرفة شيء من كن الذات أو من كن الصفات، ولكن على تقدير ذلك التوصل إلى شيء من معرفة الذات فهو ذوقي لا يمكن التعبير عنه. يعني مسألة ذوقية لا نستطيع أن نعبر عنها بالألفاظ أو بالمعاني الحادثة، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك هنتكلم عن أقسام الكلام، وبعد ذلك أختم بصفة الأمانة، فنقف عند هنا. أظن كده سنحتاج إلى درس أو درسين، على أي حال هنتوقف عندي. والكلام ينقسم، فبقي إما درس واحد نحكي فيه
أو إيه درس أهلي. الله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم ومن لك بماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن لك كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما السؤال الأول، لو كان الكلام تعلق بالسنن وتعلقه الدلالة فإلى من يدل الكلام مع أنه لم يوجد في قدم إلا الله تعالى؟ فلو تعلق فيما لا يزال فهل يلزم حدوثها؟ هنا الكلام قلنا له تعلق تنجيزي قديم، وهو تعلقه بالواجب، وله تعلق دلالة فيما لا يزال. فالتعلق في القدم يعني الله تعالى في القدم متكلم أن الكلام قديم، وتتعلق صفة الكلام بكلامه تعالى الأزلي يعني، وتتعلق أيضا بذاته سبحانه وتعالى. ففي تعلق في القدم، وإلى لو كان التعلق فيما لا يلزم حدوثها، لأن هذا التنجيزي حادث، والتعلق ليس بأمر الوجود حتى يقال إنه حادث، ولكنه أمر اعتباري، وتكلمنا عن تفصيل ذلك. هل الكلام واحد لا يتعدد؟ قلنا أيضا إن الكلام واحد لا يعني ذات الكلام واحد، ولكن تعدد الكلام باعتبار التعلقات. فإذا قلنا إنه متعدد باعتبار التعلقات هذا صحيح، وإذا قلنا إنه واحد باعتبار ذاته هذا صحيح، وهو واحد باعتبار ذاته ومتعدد باعتبار التعلقات. سؤال آخر، الحياة صفة مصححة لمن قامت بها أن يتصف بالإدراك، إذن كيف يسمع الأموات؟ كلامنا مع أنهم ليسوا لهم الحياة. عارف الموت ده ليس وصفا قائما، إنما هو يعني شيء يحدث. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقف سيدنا أبو بكر وقال أما الموتى التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموت بعد ذلك. الموت هو تجرع أو خروج للروح، مفارقتها للجسد، هذا هو الموت. كل نفس ذائقة الموت، وليس الموت معناه انعدام، لأن الأموات في قبورهم أحياء يعذبون أو ينعمون. فالأموات يسمعون لأنهم أحياء. الموت عرض
قام بهم ولم يعرف منه، ليس أي أمر دائم أو لازم لهم. أنت تمر على المقابر فتقول السلام عليكم دار قوم، ماتوا فعلا، ماتوا يعني فارقوا الحياة، أرواحهم خرجت من أجسادهم، لم تعد أجسادهم فيها حياة، لكن أرواحهم باقية لم تموت. وعند البعث تتعلق الروح بالجسد فيبعث، لكن الروح لا تفنى، باقية، ما خدش العجب والذنب والروح وهذه الأمور لا تفنى. وقيل إنها تفنى عند النفخة، ولكن يعيدها الله تعالى مرة أخرى. فالموت يقع على الجسد لا على الروح، وإلا إذا وقع على الروح من الذي مع الميت كأنه تراب. فالأموات في قبور أشد حياة منك، ولكنهم حياة برزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا تقول إن الأموات لا يسمعون، كيف وقد خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. فهذا ليس فهما صحيحا، هذا هو الفهم المروج، فهم الوهابية أو فهم يقول لك هذا ميت، كيف يكون ميت؟ ما معنى أنه سؤال مهم؟ الملكان يسألان مين؟ الميت. إذا كيف يسألان وهو ميت؟ إذا معنى الموت مفارقته، فالموت انتقال من دار إلى دار، يعني من حياة إلى حياة. كيف هذا سؤال غير غريب؟ لماذا عرف الكلام بأنه معنى القائم بذاته ولم يعرف بالصفة؟ لم يعرفه بالصفة، ما هي الصفة؟ هي المعنى القائم، يعني كأنه فر من لفظ إلى لفظ. لو قلنا أن الكلام صفة قائمة صحيح، ولو قلنا الصفة القائمة هي معنى صحيح، من صفات اسمها صفات المعاني، والكلام من صفات المعاني، والمعاني جمع معنى. علمنا من درس السابق أن حكم الشرع متعلق بالفكر، أن هذا حكم حادث، كون التعلق حادث لا يعني أن الحكم حادث، حكم خطاب الله الأزلي، خلاص؟ ولا يقال حادث إلا باعتبار تعلقه، لا باعتبار ذات الحكم. وهذا شرحناه شرحا طويلا. وأنتم عندما يعني اقترب الكتاب من نهايته تريدون أن ترجعوا إلى البداية مرة أخرى؟ هل أنه تعالى يسمع لموسى جميع كلام باعتبار أن كلامه واحد لا أول لا؟ قلنا الكلام بالنسبة لسيدنا موسى أن الله تعالى أزال الحجاب، وتعلق الكلام بسيدنا موسى على وجه لا نعلمه ولا نعرف حقيقة ذلك، إنما نؤمن بها لأن عقولنا لا تصل إلى حقيقة التكوين الإلهي لسيدنا موسى عليه السلام. لماذا صفة الحياة ليس لها تعلق؟ لماذا صفة الحياة ليس هي صفة ذاتية؟ يعني الوصف بها لا يحتاج إلى تدل على حياة قائمة بذاته تعالى، ليس لها تعلق. يعني مثلا يجي واحد يقول لماذا لا تتعلق مثلا الحياة بإحياء الموتى؟ يعني لأن الإحياء هو فعل، وهذا من تعلقات القدرة. الإحياء ليس من تعلقات صفة الحياة لأنها ليس لها تعلق، وإنما كونه تعالى يحيي ويميت ليس لأنه حي وإنما لكونه قادر. واضح؟ في ثاني؟ هل من مزيد؟ هل يوجد مكان العدمي؟ العدم يعني عدم المكان، مش مكان عدمي، عدم المكان. يعني لو قلت لك
عدم مكان يعني لا يوجد مكان، ولو قلت لك مكان عدم يعني لا يوجد مكان، فهذا اسمه ايه؟ تلاعب بالعبارات. بمعنى مكان عدم يعني ما فيش مكان. مكان عدم يعني لا يوجد، يعني مثلا ابن تيميه يقول يحاول يثبت الجهه. فإذا شعر بأنه لو أثبت الجهة لله تعالى والجهة قديمة يبدأ إيه؟ يبدأ شاركت الله تعالى قديم، والجهة التي له قديمة فأثبت إيه؟ قديما مشاركا له، فأراد أن يفر بهذا، فقال الجهة جهة عدمية، إذا فهو يقول بنفي الجهة. يعني معنى جهة عدمية يعني لا جهة، لأنه لو كان هناك جهة لما كانت عدمية، وإذا انعدمت فلا جهة، وكأنه يعني أراد إيه أن يلعب بالنفس فقط. مولانا عن مكان العالم في اصطلاح الفلاسفة لما يدعي الإيه بعض الفلاسفة، الفلاسفة لا يقولون بهذا، أي كتب أفضل في بيان الإيه؟ الساعة وعلاماتها. لماذا يعني احنا لا ننتظر الساعة؟ يعني هذا الكلام مقرر في شأن الكفار، هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرارها؟ بدل ما تجيب كتب لعلامات الساعة أنت تعيش في العلامات، تقرأها في الكون بدل ما تقرأها في كتاب، تقرأها في الحوادث والعبر والكوارث التي تحدث والفتن والحروب والنفاق والردة والضلال، هذا كله إيه؟ من علامات الساعة. والعلماء قسموا علامات الساعة إلى صغرى وإلى وسطى وإلى كبرى، يعني لم يبقى إلا العلامات الكبرى. نسأل الله تعالى الحفظ بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.